أرجو أن تفهمون الحقيقة العلمية الجديدة وأنا جبتها من اليابان، وهي أن الإنسان من يجوع من يكون صايم وجائع، بشرط أن مو نايم، لا فراسه نايم تحت المكيف وتحت المبردة، هذا ما يريد طاقة، ماكو فائدة أبدا، صيامه ما بفائدة. لازم أنت صايم وتعمل، تشتغل تركض تعمل، صير ساعة بالوحدة بالثنتين الظهر جسمك يخلص الخزين مال، بعد ما عندك طاقة، أنت ما تأكل شي يصير، من تجيك الطاقة؟ الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم يطلع من نخاع العظم البون مارو، يطلع من عنده خلايا كبار اسمها الماكروفيدز أو الخلايا الملتهمة أو المكانس، هاي شو تسوي؟ تفتر بالجسم، شكو خلية مريضة تعبانة معجزة سرطانية تريد توقع ما بيها فائدة، كلها يكنسوها ينظفون جسمك، يطلع جسمك وردة مال الله. وهاي الخلايا يمردوها يحولوها للمواد الأولية كأنما صارت أكل ويطلق ياها طاقة، سبحان الله. وبدأوا حقيقة العلماء اليابانيين والألمان أصدقائنا بدأوا حقيقة يعالجون السرطان بالصيام، مستشفى كامل يدخلوه أبو السرطان بس يجوعوه بس يصوموه، عرفتوا يعني؟ هذه فيها فائدة كبيرة، فسبحان الله. بعض العلماء اليابانيين أصدقائنا قالوا سيدنا احنا بدينا نصوم كل اثنين وكل خميس، قلت لهم نبينا كان هالشكل حقيقة.